السكر البني بيدخل في كتير من الوصفات وأعداد الحلويات والبسكوت، ودائما بنواجه مشكلة إنه بنلاقيه صار يابس وصلب، وخصوصا إذا كان مش فريش، أي مش شارينه جديد. فعشان نتفادى هالمشكلة، ممكن أنا عندي فكرة بسيطة. لازم السكر البني يبقى فتاتك بهالطريقة، هذا يعتبر مناسب للاستعمال. إذا لقيتيه صار يابس بهالشكل، لما تطرق عليه بيبقى زي الحجر، بجيب فوطة قطنية خفيفة من فوط المطبخ وبرطبها بشوية مي وعصرها، أروح مغطيها أو حطاها فوق الطبق وبسيبها لحوالي ربع أو نص ساعة، فبلاحظ أنه بعد هيك السكر صار عندي رطب وانفصلت حبيباته عن بعضها.